نهاركم زين ومبروك لي، وما شاء الله رانا رايحين نحضروا معا ان ديسير صدقوني من افخم وافخر وابن تحليه ممكن تذوقوها، غني بالكالسيوم معمر بمنتوجات الحليب. نجوزوا للمطبخ باش ندو جميع التفاصيل. الوصفه تاعنا بزاف بسيطه كيما تفهمنا. عندي 200 غرام تاع لو بيسكوي اللي ساعدكم واللي يجي على ادواركم. انا ديت واحد تاع القمح كي العاده، ونقول بسم الله. نجيب الزبده، ذوبت 3 مغارف ممسوحين، نفرغهم ونقول بسم الله. ومن بعد راهي ريحه ما تجينيش ملمومه، حنكمل نلمها بالحليب. هكذا حيجيني قوام شغل امباكت، يجي رائع فريمون رائع. ونقعد نكمل نلم حتى نتحصل عليها تكون متماسكه، بصح ماشي متماسكه بزياده. شوفوا هي لهنا راهي مفرتكه، ولكن لو كان طمها تنطم. هذا هو المطلوب مباشرة. أنا عندي أن سيرسو تاع 20 على 20 مربع، تقدروا تستعملوا لي بلاتو اللي عندها سادير سينية إيموبيبل، هادوك اللي يتفتحوا من الجوانب كذلك حيكون خيار رائع. الطبقة الأولى تمت، نجوز مباشرة للطبقة الثانية. هذا هو الياوت ناتور ديالي اللي شتوني مقبيله، فرغته في صفاية، درت له شاش. انا عندي لهنايا سوبانات ورق شويه خشين، سي بوغ سا استعملته. لو كان تشوفوا الكميه تاع السوائل، شوفوا ليا هكذا حنتحصلوا على ياوت كريمي. شوفوا ليا القوام الحريري اللي تحصلنا عليه، شكون يقول هذا ياوغت طبيعي؟ صدقوني هكا هو عباره عن جبن. نزيدوا له قطع تاع الجبن، نضربوه بالطبع، نشوفوا الملح ديالو، نديروا ليه ليزير، نديروا له الزيتون، واش ما حبيتو حتدو احلى جبن. هنايا عندي كوب تاع حليب بودره، وعندي نص كاس من السكر، نديروا شويه تاع لافاني قبل باش ما نساوهاش، اوب، ونص كاس تاع السكر، ونضربوا كلش. حبيتو افيك ان باتور، حبيتو غير بان فو. هكذا ينفرغو. الكوشه تاعي راهي مسخنه على 180 درجه، نحطو الفرن في الوسطاني، ونضبط الفرنو على 160 درجه. ماهاش حيطول، ما تعطولوش كتر من واحد لعشر دقائق فريمون، غير ينشف لنا ابان ويكخوت، يدير اون بتيت كخوت من الفوق. وهذا ما كان. الطبقه الثالثه رائعه. عندي لهنايا 250 غرام من الماء، معندها 4 ريتلا، نضيف عليه مغرفه تاع القهوه سريعه الذوبان، ونضيف عليه مباشره كيس واحد تاع الفلون بذوق الفاني. مانيش حندير السكر بيان سور، راهو مسكر. ما ديروش هذه المرحله حتى وين تخرجوا المول ديالكم من الفرن ويكون برد، باش نفرغوا هذه الطبقه، لاننا بيان سور كي حنطيبوها حنتحصلوا على اون جولي شغل ان فلون، ولكن بذوق القهوه رائع. المزيج تاعي الريحه تاعو ما نحكي لكمش، كيما الفلون ماهوش رايح يتقال ابدا. من بعد كي يبرد راهو رايح مباشره، الى فيجي ويولي كوم اون جولي. نجيب لو بلاطو مباشره، راني نسي ابان ابان برد، نحط نفرغ فوق الملعقه هكذا باش ما يصراوش ثقوب. التحليه تاعنا اليوم وجدت كيما راكم تشوفوا. شوفوا لي الطبقات، لو بيسكوي اللي جا، واش نحكي لكم، الياوغت شوفوا منه يبان بلي كريمي، والطبقه تاع الفلون اللي درناها غير بالماء وذوق النسكافيه. يا سلام، تحليه رائعه بنينه معمره بالكالسيوم، فيها حليب بودره وفيها الكثير من الياوغت الطبيعي. نسمتها طلع المغال، واش تقولوا فيها نقطعوها معا باش نشوفوا النتيجه عن قرب. شفتوا بعينكم كامل المراحل، شفتوا بعينكم كذلك النتيجة. صدقوني شيء فاخر فاخر، تتحضر فرمشة عين، نتيجة تاعها تحمر الوجه كيما يحب الخاطر.
جربوها ابدا ما حاش تندموا. وهكذا ما بقى عليا غير نقول لكم جربوها، الوصفه راهي بزاف بنينه ومغذيه. وانضموا لقناتنا وفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد. نقولكم بنينه كذبت عليكم، نقولكم رائعه ما فيتهاش حقها. خلوني ساكته وخلاص.